Recording in progress. One minute. Think. Please. Fine. Huh?
بالجميع. علينا أن ننتظر إلى أن تبدأ الجلسة. سوف أكون الميسرة لهذه الجلسة وسأشارك في رئاستها. أدعوكم إلى الصبر في انتظار أن يرتبط بنا الجميع حتى نتمكن أيضا من رؤية القاعة وأن نفهم ما يجري ميدانيا. أشكركم على ساعة صبركم، وكما تعرفون هنالك العديد من المشاركين من مناطق بعيدة. سيداتي وسادتي، سوف يغادر القطار الآن. ندعوكم إلى الالتحاق بنا. مرحبا بكم في هذه الجلسة حول شبكة السياسة من أجل وصول مجدي وهادف منذ آخر منتدى لحوكمة الإنترنت. علينا أن نستعرض ما جرى خلال هذه السنة وأن نتقسم معكم أين وصلنا إلى حد الآن. فهنالك أدلة متزايدة، فعلى الرغم من أن الأشخاص متصلون بالإنترنت فإنهم لا يستخدمون الإنترنت كمستهلكين، وبالتالي الوصول الهادف يعني أن الإنترنت يمكن أن يستخدم لفائدة المجتمع المحلي الذي ينتمون إليه. خلال السنة الماضية تم بناء شبكة من الخبراء، ونحن نسميها مجموعة الخبراء متعددة أصحاب المصلحة، ونعرف بأن هذا الموضوع يتم مناقشته في العديد من الأماكن الأخرى، وقد تم تحقيق تأثير كنا نتوقعه في 2022. وركزت شبكة السياسة على خطة العمل التي تحدد إطار منتدى حوكمة الإنترنت الجديد كما يجري صياغته الآن في القاعة المجاورة. جلستنا اليوم سوف تتطرق إلى الممارسات الفضلى حول مواضيع ثلاثة مترابطة. أولا الترابط، وقد سمعنا ذلك في العديد من الجلسات، حتى خلال الجلسة الصباحية تم الحديث عن ترابط في أفريقيا ومعنا متحدثون سوف يتدخلون في هذا الموضوع. ثم هنالك أيضا الإدماج الرقمي أو الشمول الرقمي،
في إطار مقاربة قائمة على المواطنين، وأن هنالك مواضيع متاحة باللغات المحلية وفقا للاحتياجات المحلية والموارد المحلية. ثم ثالثا وهي بناء القدرات والدورات التدريبية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. ومعنا اليوم هؤلاء الأشخاص الحاضرين والذين سوف يساعدوننا. اسمي جاكوب منصور وأنا الرئيس المشارك لشبكة السياسة، ومع إلى جانب سونيا، ومعنا دافني وهي التي تساعدنا في هذا العمل وتشتغل بشكل كثير ومفرط، وبالتالي فإنها اليوم مريضة وتعذر عليها الحضور. نتمنى لها الشفاء العاجل. دون أدنى تأخير أظن بأنه يمكننا أن نبدأ بشريط فيديو لمشارك لم يكن من المفروض أن يحضر معنا، لكن أود أن أشاهد معكم هذا الشريط. هل يمكن تقديم شريط الفيديو وعرضه على الشاشة؟ لا يصلنا الصوت. نعتذر لكن الصوت غير مسموع. لا يصلنا الصوت ولا يمكننا بالتالي الترجمة. إذن وهذا يتطلب التعاون وتعاون دولي. نعرف أن هنالك بعض الآليات للمساعدة القانونية المتبادلة وهنالك معاهدات لهذه المساعدة القانونية المتبادلة، لكننا نعرف بأنه علينا أن نواصل العمل في بيئة الإنترنت، لأنه لا يمكننا أن نعمل بمفردنا وبمعزل حتى يكون الإنترنت آمنا. والقطاع الخاص لديه المزيد من الموارد المستثمرة في الإنترنت أكثر من أي حكومة على حدة، وبالتالي فإن في إطار منتدى حوكمة الإنترنت في أديس أبابا أتمنى أن يتم أيضا مراعاة المساءلة وكذلك الحلول الممكنة من أجل تحسين بيئة الإنترنت. مرحبا، اسمي فين سورف وأنا معذرة انقطع الفيديو مجددا. منذ بضعة أيام
من تواجدي هنا، يبدو لي بأن الجميع يعمل من أجل إنترنت أكثر أمنا، وهنالك تحفيزات لتحقيق ذلك. هنالك العديد من التحفيزات التي قد تساعدنا في تحقيق هذا الهدف من أجل توفير أمن للجميع. علينا أن نفكر في طريقة العمل، وأتمنى بنهاية هذا الأسبوع أن تكون لدينا أفكار حتى نصل إلى حل ناجع. ما يبدو أن المتحدثين يتفقان على ضرورة التعاون. روبرتو وسونيا معنا، هل يمكننا أن نعطي الكلمة لسونيا أولا؟ مرحبا، هل تسمعونني؟ روبرتو هل تسمعونني؟ نعم، رائع، جميل، مرحبا بكم جميعا إلى هذه الجلسة حول شبكة السياسة من أجل وصول هادف. يسعدني أن أراكم وأرى الشركاء الرائعين الذين انضموا إلينا، وكذلك المتحدثين سواء منهم الحاضرين معنا شخصيا أو عبر الإنترنت بشكل افتراضي. نحن جميعنا نهتم بتعلم المزيد، وهنالك أيضا اهتمام بمهمتنا كشبكة. أشكركم على إعطاء الكلمة لهاتين الدقيقتين، وأعطي الكلمة لجاكومو من أجل التيسير في إثيوبيا. جميع المتحدثون حاضرون معنا الآن، مرحبا بك صوفي، نحن مستعدون وجاهزون للمشاركة معكم عبر الإنترنت. شكرا، ويسعدني التواجد معكم. شكرا لك سونيا. بعجالة أود أن أعرف بالمتحدثين، ثم بعد أول المتحدثة هي صوفي، وعليها أن تغادر لأن لديها التزامات أخرى. وهنالك شخص لن أعرفه وأنتم تعرفونه جميعا، هو غني عن التعريف. إذا على ما يبدو هذا كان النص السابق، سوف أعرف بنفسي. بالنسبة للأشخاص الذين يعرفوني، اسمي تاجاسا، أنا رئيسة ومديرة العامة لمنصة تعمل مع مجموعة من الأشخاص في القطاع الخاص، فأنا ولدت هنا وسعيدة للعودة. شكرا على دعوتي لأخذ الكلمة. ثم نعطي الكلمة لمارغريت نكونكا بونكو، ثم كذلك لمونيكا، وبعدها معنا مصرد وروبرتو سامبرانو الذي سوف يساعدنا أيضا، فهو متطوع من الدقيقة الأخيرة. بالنسبة للحضور معنا في على الإنترنت، صوفي باولو مانتيو رفعت اليد للتحية، معنا كريسا ياكي، نراك سيدي. إذا نحن جميعنا حاضرون ويمكننا أن نبدأ. رأينا ما هي التحديات المطروحة أمامنا، ومن خلال المشاركة متعددة أصحاب المصلحة نرى بأننا فعلا نتقاسم نفس الهواجس عبر مختلف المجتمعات، ولدينا نفس المستوى من الوعي، وهذا مهم حتى نضمن بأن الإنترنت متاح للجميع وآمن، كما تم التذكير بذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة من قبل الأمين العام أنطونيو كوتيريس. الميثاق الرقمي مهم أيضا من أجل المساهمة في توفير مدخلات لهذا الموضوع، وكما شرحت حاولنا في شبكة السياسة أن نحدد مجموعة من دراسات الحالات التي قمنا بجمعها ما بين مختلف المجتمعات القديمة، وكان من المفروض أن نرسل لكم هذا العمل قبل أسابيع، لكننا وصلنا العمل إلى غاية البارحة، وهنالك العديد من الدراسات الحالات التي يمكن استنساخها
والاستلهام منها. خلال الجلسة الصباحية تمت الإشارة إلى مبادرة إيكان من أجل أفريقيا والتي تم إطلاقها، ومن الجيد أيضا أن نستمع لهذه التجارب جميعها. هنالك أيضا التقرير الذي سوف يصدر في نهاية منتدى حوكمة الإنترنت، والذي سوف يكون متاحا بعد أيام من نهاية هذا المنتدى، وسوف ترون فيه العديد من هذه الحالات. والسؤال المطروح لكافة المتداخلين بناء على دراسات الحالات والتجارب التي تجلبون انتباهنا إليها، هل يمكنكم أن تفسروا لنا لماذا تكتسي هذه التجارب اهتماما؟ والسؤال الثاني هو كيف يمكن تكرار واستنساخ هذه التجارب؟ فما نجح في أفريقيا لا يمكن حتما تجربته وتقليله بالنجاح في منطقة أخرى. أعطي الكلمة الآن لصوفي من ITU، وهم من أكبر المساهمين في تبادل الآراء، وقد تقدموا لنا بثلاث دراسات حالات، وصوفي تعرف أفضل مني. أعطيها الكلمة ومرحبا بك سيدتي. مرحبا بجاك، مرحبا سونيا، مرحبا بالجميع. يسعدني أن أنضم إليكم اليوم، ولو أني كنت أحب أن أكون معكم في أديس أبابا. لقد وصلنا العمل من أجل تحديد خارطة وكذلك تحديث الثغرات في الفجوة الرقمية، كما أننا قدمنا أداة من أجل تحديث المشاكل المرتبطة بالترابط وكذلك المناطق التي لا تتوفر على إمكانيات الربط بالإنترنت، ثم قدمنا أيضا حلول من أجل تحسين الربط بالإنترنت وحل مشاكل الترابط، والعمل كذلك من أجل التنمية المستدامة وكذلك أنظمة للرصد. كما تعرفون جاكومو، ومن خلال المشاركة في المنتدى العالمي للمقننين، فإن الوصول إلى ترابط هادف ومتاح للجميع بكلفة معقولة حتى نضمن بأن الجميع يمكنه أن يكون آمنا على الإنترنت، يحتم علينا النظر في الأدوات التي يتم استخدامها من قبل هيئات التقنين والتنظيم. هنالك العديد من المنصات والمنتوجات، وأملنا هو أن نواصل تحديد التوجهات التنظيمية وأفضل الممارسات من أجل التقنين عبر هذه المنصات وكذلك الخدمات والمنتجات. ونحن بحاجة إلى صناعة القرار أيضا المقارنة المعيارية، وكذلك العمل على تطوير أدوات للقياس. نحن نعي بأن الهيئات التقنين وكذلك صانعي القرار يواجهون العديد من المشاكل المرتبطة بموضوع جلستنا، ومعنى تحسين الولوج والوصول إلى الإنترنت، وهذا يتطلب بيئة اقتصادية واجتماعية حكومية حتى توفر للجميع إمكانية الوصول إلى الإنترنت. يجب أيضا التأكد من أن الأشخاص لديهم يحصلون على دورات تدريبية على الرقمنة، وأن الرقمنة متاحة بكلفة في المتناول ومعقولة. إذن هذه الأدوات يجب أن تكون قادرة قابلة للتطبيق ومستدامة. وهنا نشير إلى المبادئ التوجيهية المرتبطة بالتنفيذ والاستدامة، وقد سبق وأشرت إلى العمل الذي ساهم في تقنين العالم الرقمي. بينما نركز على هذا الجانب المرتبط بالتحول الرقمي، فإن جميع صانعي القرار وكذلك هيئات التقنين عبر مختلف البقاع
تحتم على أصحاب المصلحة تعديل ممارساتهم، وكذلك العمل على توفير الإنترنت الآمن وبسعر معقول من أجل تيسير استخدام الإنترنت في قطاعات الصناعة وغيرها. إذن يجب أن نشتغل بعقلية منفتحة وكذلك بشكل مبتكر. وأعرف بأن منتدى حملة الإنترنت هو من بين المبادئ التي نؤمن بها بشكل قوي، لكن نحن بحاجة إلى أدوات لتقنين الرقمنة وكذلك استخدامها في الاقتصاد، وعلينا أن ندفع بالإصلاح القائم على الأدلة من أجل تنوير عملية صنع القرار. لذلك هذه هي الأدوات التي والعناصر التي قدمتها لكم، بما في ذلك أيضا تحديد أدوات تحديد الخرائط، وأيضا أدوات التقنين، وكذلك الاختبار الأمانة. نحن نؤمن بأن القواعد وكذلك القرارات يجب أن تستند إلى الأدلة الراهنة وكذلك بيانات السوق. وإذا ما كانت الجوانب المبدئية للتقنين تنطبق، فإن عمل المقننين وكذلك صناع القرار يتطلب مهارات جديدة وطرق جديدة للتفكير من أجل إحداث هذه البيئة وجلب الاستثمار وكذلك ضمان الوصول إلى الإنترنت بطريقة مستنيرة وآمنة. أتمنى أن أكون معكم خلال الجولة الثانية من النقاش، لأنه علي أن أنتقل إلى مجموعة أخرى والاجتماع سوف يبدأ بعد 20 دقيقة، لكن سعدت بالحضور والمشاركة معكم اليوم. شكرا لمساهمتك، وابقي معنا إلى آخر دقيقة يمكنك ذلك، وإذا أردت أخذ الكلمة سوف تخبرني سونيا وروبرتا بذلك. هل كارلوس معنا؟ نعم، مرحبا. قبل أن أعطيك الكلمة، لا تنظر فيما قامت به صوفي، لأن صوفي أخذت المزيد من الوقت، وقاعدة 5 دقائق تنطبق عليك وعلى المتحدثين الذين سوف يأخذون الكلمة بعدك. شكرا، شكرا على إعطاء الفرصة لأخذ الكلمة معك في هذا المحفل، وكذلك لرئاسة هذه الشبكة. لقد قدمنا إلى جانب شريكنا مجموعة من دراسات الحالات. نحن نقوم بعمل في الجنوب العالمي. أعرف بأن هذا العمل ليس مقنقحا، ولكن هنالك دعم للعديد من الأشخاص الذين يعملون ميدانيا في مجتمعاتهم المحلية، وهذا هو صلب هذه المساهمات. الدراسات الحالات التي قدمناها تبين بأن هنالك العديد من المجتمعات المحلية كما قالت صوفي لا يعرفون قيمة الإنترنت، ويعرفون بأن لديهم احتياجات في مجال التواصل، وأن الإنترنت حاليا لا يوفي لهم هذه الاحتياجات. ربما أن اللغة قد تكون عائقا، أو ربما لأنهم يشعرون بأن ما يتقسمون على الإنترنت قد لا يكون آمنا. وهنا هنالك العديد من المصالح الاقتصادية، وكذلك نعم قد تقوض بعض الطرق التقليدية التي تعمل بها هذه المجتمعات المحلية، وخاصة مجتمعات الشعوب الأصلية، والتي تدعوهم إلى إعادة التفكير في بدائل. وفي الوقت نفسه نعمل على تضخيم المزايا التي يوفرها الإنترنت من حيث التواصل، ولكن هنالك مثلا بعض النماذج في الهند، فتم تسخير العديد من الموارد من أجل إنترنت أو شبكة عنكبوتية
تم تعديلها لكي تتلائم مع السياق المحلي. ويمكنكم الاطلاع على التقرير لمعرفة هذه التجربة. هنالك العديد من الأشخاص الذين يعتبرون من الفئات الفقيرة وكذلك الأمية، ومن خلال الولوج إلى هذه المنصة، وهذه التجربة قد انطلقت في 2012 في مثلا المكسيك، وهنالك استراتيجيات بيداغوجية تتطلب من المجتمعات المحلية أن تقوم بوضع استراتيجيات من أجل الدفع بالاقتصادات المحلية. وبالنسبة للجزء الثاني من السؤال، الإنترنت التجاري ساعد العديد من الأشخاص في حشد الموارد وكذلك الجهود وكذلك خلق طرق متكاملة لاستخدام الإنترنت. من بين بعض الظروف التي تظهر على أنها فعلا مهمة في العديد من الأماكن، وهو إطفاء الطابع السياقي على هذا العمل. فالتجارب التي نجحت كما قلنا في المكسيك لا يمكن أن تنجح في أماكن أخرى. يجب دائما وضع التجارب في السياق، وقد تم استخدام منهجية تم تصميمها محليا، وبدأت التجربة خلال السنة الماضية، ونحن ندعمها في جنوب أفريقيا، في الهند، إندونيسيا، ونيجيريا، وسوف أتقاسم معكم في خانة الدردشة الرابط. أشكركم. وهنالك مسألة أخرى، يجب دائما احترام السياق المحلي، وهذه المنظمات تتقاسم التجارب مع منظمات أخرى، ومع هنالك لجان استشارية متعددة أصحاب المصلحة، والتي تعمل أيضا على ملائمة العمل للسياق المحلي، وهذا من بين الشروط التي ينبغي لنا أن نحترمها. شكرا. فعلا هنالك العديد من الأمثلة المثيرة للاهتمام، وكما قلت أدعوكم إلى الاطلاع على هذا التقرير. هنالك العديد من الروابط المفيدة التي كلكم أيضا استخدامها. تحدثتم عن الشبكات المجتمعية، والمتحدث الموالي من غامبيا يمكنه أن يتقاسم معنا المزيد. شكرا. لعل أهم الجوانب التي ينبغي النظر فيها فيما يتعلق بالوصول الهادف، وهو كيف يمكننا أن نعمل على إشراك أصحاب المصلحة المعنيين والمهمين، بمعنى أن نتواصل مع الفاعلين في قطاع الاتصالات وكذلك وزارات الاتصالات. فمثلا في بعض البلدان وزارة المالية قد تكون مسؤولة عن سياسة الوصول، لكن إذا ما أردنا أن نضع ذلك في إطار السياق في غامبيا، لدينا 5 مانحين، ولدينا أيضا كلفة بقيمة 5 دولار للجيجا بايت واحد بالنسبة للبيانات النقالة، والاهتمام بالإنترنت ارتفع. فمثلا هنالك معذرة، ينقطع الصوت في العديد من البلدان. ساعد الإنترنت أيضا الدول في الرفع بالمزيد من الضرائب، وينبغي لشركات الاتصال أن تحصل على إعفاءات ضريبية أو تخفيضات ضريبية من أجل توفير إنترنت بكلفة مناسبة وفي متناول الجميع. فمثلا في غامبيا هنالك بعض الأرياف والقرى التي لا تتجاوز ساكنتها 3000 نسمة، ثم بعد ذلك لدينا مدن فيها ملايين من السكان، وبالتالي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية من حيث توزيع الإنترنت. هذه المجتمعات أحيانا خاصة في القرى والأرياف
تجتمع وتعمل مع منظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى الإنترنت بشكل يسير. بالنسبة لغامبيا، كانت لدينا دراسة حالة مثيرة للاهتمام، مثلا خاصة فيما يتعلق بالربط بالإنترنت عبر الخطوط المغمورة في البحر. وكما تحدثت صوفيا، قالت بأنه يجب أن تكون العملية عملية دامجة وشاملة لأصحاب المصلحة حتى يكون المشاركة فعلا والوصول هادفا. وهنا في الجنوب العالمي لا يمكننا إلا أن نحشد الجهود لتحقيق هذا الهدف. شكرا على هذه الأفكار. إذا تحدثنا عن 3 حالات للربط. يمكنه أن يتحدث عن هذا الجناب أو السيدة فريدة. شكرا، مساء الخير سيداتي سادتي، شكرا على حضوركم في هذه الجلسة. إذا سأتحدث عن بريدا، وهي مبادرة اشتغلت عليها لسنتين. هي في الحقيقة مبادرة للجنة الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الأوروبي. ما نقوم به في البريدا هي أننا نشتغل كما قلت على مشكل الذي يطرحه النطاق العريض في البلدان، ونشتغل أيضا على جعل المعايير متلائمة. إذا نشتغل كما على ملائمة الأطر المختلفة والمعايير. ثم الجانب الثالث الذي نشتغل عليه هو طبعا التمكين وبناء القدرات. إذا لماذا نتحدث عن مبادرة بريدا؟ كان هناك إعلان الاتحاد الإفريقي بخصوص حوكمة الإنترنت. إذا ولاحظنا في الحقيقة أننا كان من المفروض أن نكون حاضرون، وأن المواضع التي يتم مناقشتها تهمنا، وبالتالي كنا نريد المساهمة والكلام بصوت واحد. إذن هذه المبادرة هي تنبني طبعا على إمكانية تنقيل كل وأيضا على النفاد بتكلفة معقولة، وهذا يتم من خلال الدعم على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، وعلى مستوى القارة أيضا. وأننا نتحدث ونعالج القضايا التي تهم مجموعة من البلدان. إذن نحن الآن نضع استراتيجية تمت صياغتها في 1919 بخصوص تعزيز القدرات. إذا ما هي النتائج هذه الاستراتيجية؟ لاحظنا مثلا أن في جائحة الكوفيد كنا نحتاج إلى الكثير من التمكين، وبالتالي وضعنا محتوى ينتمي على 9 وحدات تعليمية، وكل هذه الوحدات يتم تكييفها بالسياق المحلي، يتم تسهيل هذا المحتوى
مع ضمان تقفير هذا التعليم وهذه الوحدات التعليمية من خلال أسبوع واحد. إذا قمنا بتجربة ذلك في 17 دولة، نظرنا طبعا إلى البنى التحتية لهذه البلدان، وكما ترون على الشفافة هناك البلدان التي توفرت واستطاعت أن تنخرط في هذه المبادرة. إذا طبعا كان من المفروض توفري على البنى التحتية، كما قلت هذا وهذه الوحدات التعليمية متوفرة في 3 لغات، في اللغة الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية. إذا نحن نشتغل مع مختلف البلدان الإفريقية لضمان أن هذه الوحدات كلها تندرج في سياق وحاجيات المحلية. إذا ماذا نقوم به في الحقيقة؟ قمنا بتكوين مجموعة من الأفراد في مختلف البلدان الإفريقية على أساس أن يصبح هؤلاء الأفراد هم المكونون، يساعدون ويدعمون تطبيق هذه المبادرة. وقمنا بأكثر من 29 حصة تدريبية، أكثر من 1000 شخص استفاد من هذا التكوين. إذا 1466 مشارك في هذه المبادرة. هنا النتائج. طبعا أخذنا بعين الاعتبار النوع الاجتماعي، لأنه بالنسبة لنا هذا أساسي إذا أردنا أن نتجاوز طبعا الفجوة. وكما تلاحظون النساء يستعملن حتى الكمبيوتر أكثر ربما من الناس. لا نحتاج إلى هنا المناصفة، لأننا وجدنا أن النساء يستعملن الكمبيوتر. إذا لماذا يمكننا أن نعتبر برفريدا كممارسة فضلة؟ أولا طبعا لأن المقاربة هي مقاربة قارية، إذا أننا نقوم بترشيد الموارد، وطبعا نقوم بجعل المحتوى يتكيف مع سياقات المحتويات. نجعل أيضا هذا التكوين يتسم بطبع المرونة، نركز طبعا كما قلت على الشمولية، نركز أيضا على الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي. كل هذه مبادئ تجعل هذه المبادرة ناجحة، ولكن طبعا نحتاج إلى تعميم كل هذا، ولهذا نشتغل في جامعات البين أفريقية لتعميم هذا المنهج وهذه المقاربة. شكرا. تتوفرين على دقيقتين سيدتي، يمكنك استعمالها. إذا نتحدث عن بناء القدرات، ربما سنتدارس مثال بخصوص تعزيز القدرات، سنعود إلى هذه المسألة. الآن نعطي الكلمة للسيدة أونيكا، أونيكا ماكواكوا، تحدثنا طبعا عن التمكين وعن شمولية نفادي إلى الإنترنت. شكرا، يسعدني ويشرفني طبعا أن أشارك في هذه الجلسة مع ثلة من هؤلاء الخبراء. سأعطي وأقدم بعض أمثلة بخصوص تعزيز القدرات لضمان شمولية النفاذ إلى الإنترنت، ولكن هناك عنصر أعتبره مهم. علينا كما قلت ألا ننسخ الفجوات الموجودة، وبما في ذلك اللامساواة بين الجنسين. الفضاء الرقمي
علينا أيضا أن نتأكد وأن نضمن أن هذا الفضاء الرقمي هو فضاء يدمج النساء، وأننا عندما نتحدث عن الشمولية نتحدث عن الشمولية بمعناها الكبير. إذن قمنا بتطوير منهاج للتدريس وتعليم التكنولوجيا، وخصوصا بالنسبة لصانعي القرار لمساعدتهم كيف يمكنهم بلورة وصياغة السياسات والسياسات التي ترتكز على مساواة بين الجنسين. لماذا؟ لأننا نعتبر أن هذا الجانب أساسي. ثم قمنا أيضا ونحن نشتغل على هذا الموضوع السياسات في التكنولوجيا والمساواة، وكان ذلك طبعا انطلاقا من قمة غانا وخصوصا النتائج النقاشات التي دارت آنذاك، وكيف طبعا يمكننا أن نتجاوز هذه الفجوة. إذا قمنا بتقديم حصص تدريبية في لبلدان غرب إفريقيا، السنغال مثلا، وقد لاحظنا أن هناك انخراط والتزام مهم جدا، ومع طبعا 33% من مشاركة في التجارة الإلكترونية. ثم هناك أيضا كل ما يتعلق ب بعض المرافق التي تهم النساء لضمان شمولية وإدماجهن. بالنسبة لبلدان شرق إفريقيا وبخصوص الحصص التدريبية التي نظمناها مثلا في يوغندا، كان اشتغلنا طبعا على برنامج وضع برنامج انطلاقا من نهاية هذه الحصة التكوينية. طبعا المعطيات والبيانات قد لا تكون متوفرة، وبالتالي هناك عمل يجب القيام به على مستوى تجميع وتحليل البيانات. وانطلاقا من برنامج يوغندا هذا، بدأت بالبلاد يستهدف محتويات تشمل فيما تشمل مثلا دعم مثلا بعض المعدات المنزلية المستعملة. وكان إذا كما قلت هذا البرنامج وسيلة بإشكالية على مساواة. وإذن ونحن نتحدث عن الربط وعن النفاذ الانترنت، علينا ايضا ان ناخذ بعين الاعتبار العقليات والثقافات. وعندما نقوم على تعزيز القدرات والمهارات علينا ان ناخذ هذا بعين الاعتبار. بالنسبه للتوصيات و بالسرعة، أقول أن من المهم أن نستفيد وأن نثمن ما هو موجود، ثم لتجاوز هذه الفجوات، وخصوصا فيما يتعلق بدعم النساء ونفاذ النساء إلى الانترنت. ولكن علينا أيضا أن نبلور سياسات انطلاقا من المشاورات، وهنا أيضا إشراك النساء في هذه المشاورات، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من فهم الحاجيات وبالتالي الاشتغال على تدخلات تفيد وتكون مفيدة بالنسبة لهذه الحاجيات. إذن
لنشرك النساء ولأن نستمع إليهن، سواء تعلق الأمر بالنقل أو بأي قطاع آخر. نحتاج أيضا أن ننفتح ليس فقط على التكنولوجيا الجديدة، ولكن أن أيضا أن نشتغل ربما على النموذج المالي، وذلك طبعا لترشيد النفقات واستعمالها في مجال التربية. شكرا لك. إذا قبل أن أعطي الكلمة للمتدخل، أطلب من السيد ممثل إيكان أن يتحدث لنا عن برنامج التكوين. لقد تحدث عن هذا البرنامج هذا الصباح. لا يتعلق الأمر ببرنامج إيكان في حد ذاته، ولكن أيكان تقدم الدعم. نشتغل طبعا مع الكثير من الشركاء بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصال. طبعا هناك أيضا تحالف نسميه تحالف إفريقيا الرقمية. إذا من خلال هذه المبادرة نقدم نحن نعرف مثلا أن الكثير من البلدان الإفريقية ربما لا زالت تواجه بعض المشاكل على مستوى البنى التحتية. هل تعرفتم على هذه البلدان؟ هل تم تحديدها؟ نحن نشتغل على ذلك. لقد وضعنا طبعا المعايير، تم انتقاء هذه البلدان. إذا بلدان مختلفة، نحن أيضا نسعى طبعا إلى الانخراط في مبادرة بريدا. إذا بالنسبة لبرنامج إيكا الذي يدعمه إيكان، هنا هذه البلدان. الصوت غير واضح، نعتذر. نحن في أيكان معيات الكثير من شركائنا، نريد دعم هذه البلدان لتعزيز قدراتهم. لهذا نحن نحتاج إلى مقاربة تكون شمولية. نساعدهم على الإعداد وتطوير نموذجهم المقاولات، ثم نقدم لهم المهارات. أي كان تساهم على مستوى التقني، ثم كما قلت هناك طبعا شركاء يطورون ربما أو يشتغلون على جوانب أخرى كالتسويق وتطوير وصياغة الاستراتيجيات. مثلا ما نقوم به في الهند هو نموذج لهذا الشركة وهذا التعاون. أيكان والاتحاد العالمي للاتصال، كل واحد منا يعرف ما عليه وما له. هناك حزمة أدوات، هناك خبرة، هناك معرفة متوفرة، والبلدان هي التي تبلور وتصيغ استراتيجيتها.
أظن أن هذه الحالة سيتم إضافتها إلى التقرير. إذا شكرا على هذا التقديم. هل يمكنك الإقامة معنا لدقيقتين؟ السيد روبرتو، أنت أحد أعضاء الشبكة السياسية وطبعاً مجموعة أعمال أصحاب المصلحة المتعددين. ما هي بالنسبة لك الدروس المستقاة من العمل الذي قمنا به؟ لأننا نتحدث عن نموذج جديد، ربما هذا تطور حتى على مستوى الممارسات الفضلى. إذن وشبكة السياسات هي ترتكز على هذا التجديد، والهدف الأساسي هو أن نجمع كل هذه الخبرات المتوفرة، لأننا مهم تعميم هذه الخبرة عبر العالم في بلدان مختلفة لمجموعات ومجتمعات مختلفة. ورغم كل العمل الجيد الذي قمنا به هذه السنة، لم نستطع الحصول على كل الإسهامات المتوفرة في بلدان كثيرة كما نعرف ذلك. وبالتالي نتمنى ونحن نستمر في العمل أن نحصل على كل هذه الإسهامات، لأن أهمية هذه الشبكة هي أن نستمر في مناقشة الأشياء التي تهمنا، وأن نتقاسم وأن نعمم نتائج على الكل. شكرا سيد روبرتو. كما ذكرت ذلك، لقد استمعتم إلى المتحدثين وهم يتحدثون عن أهمية الحوافز، ما يمكن للحكومات وقطاعات أخرى أن تقدمها. أنا أعرف أنك لم تكن على علم بالسؤال. شكرا جزيلا. عندما نتحدث عن الفجوات الرقمية نتحدث عن مشكل عويص، وطبعا المشرعين يقومون بعمل جيد، وهذه كما قلت فرصة ثمينة لمناقشة كل هذا. ثم هناك جلسة قادمة ستتحدث أيضا عن الربط بين المجتمعات كحق من حقوق الإنسان. إذا تجميع هذه الأمثلة وهذه الدراسات والحالات بخصوص النفاذ إلى الإنترنت الهادف أساسي. إذا كيف يمكننا توسيع هذا النفاذ الهادف ليس فقط على مستوى توفير البنى التحتية، ولكن أيضا الحق في الربط وجعل هذا النفاذ يكون هادفا، بمعنى أنه يستجيب لحاجيات الحقيقية، وهذا ما تقوم به شبكة السياسات. أحد الجوانب الذي نشتغل فيه في هذا الفضاء الذي يوفره منتدى IGF هنا في أديس أبيبا هو طبعا أن نضع الأصبع على هذه الفجوات، وأن نفكر في الحلول لتجاوزها.
ثم هناك هذه الدراسة وهذا التقرير الصادر في 2021 وضعته اليونيكتاد، والتي تبين أن الدول النامية تستحوذ ربما على حصة من، وبالتالي كيف يمكننا كما قلت ألا نوسع هذا النموذج الذي يركز أساساً على العالم الجانب التقني، وربما قد لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان وكرامة الإنسان؟ كيف يمكننا أن نضمن أن بتجاوز النفاد والبنى التحتية سيكون لنا نموذج أديس أبيبا، نكون ربما نموذج رقمي يتجاوز كما قلت هذه المقاربة الإمبريالية إن صح التعبير، ويضمن حقوق الإنسان، بمعنى أن سنبعث لكم بالتقرير وسنسألك ما يمكن لحكومة البرازيل أن تستقيه. نمر الآن إلى ربما سؤال يتعلق بالاندماج الرقمي، وسنتحدث ربما عن جانب مختلف، نتحدث عن الخدمات، عن المنتوجات التي يتم تقديمها في لغات المجتمعات. إذا محتويات هادفة، محتويات تكون مفيدة للمستعمل الذي لا يظل مستهلكا بل يصبح مستعملا بإيجابي لهذه المحتويات. معنا السيد كريس، يمكنه ربما أن يتحدث عن هذه الحالة. هذا المثال، شكرا. أنتم تعرفون أن أحد تداعيات الرقمنة هي في الحقيقة المشكل الذي يطرح لبعض الجرائد ووسائل إعلام. إذا هنا نجد مثلا أن استعمال الإنترنت قد يكون فرصة إيجابية، ولكن قد يكون أيضا مشكل. شكرا على هذا التقديم. اسمي كريس جيكي من إنترنيوز. إذا سأقدم هذا النموذج النامية الثقة في طبعا المعلومات المحلية من خلال بعض المواقع. لماذا هذا النموذج هو نموذج جيد؟ المشكل هي نعرف كما قلت أن المعلومات التي تهم كل ما هو محلي أبعدت إن صح التعبير عن المنصات الكمبيوتر، وسمعنا أيضا كل ما يتعلق بإقصاء، ثم كل ما يتعلق بغياب ربما معلومات ثقافية تكون أكثر مهمة بالنسبة للمستعمل المحلي. ولكن رغم كل ذلك السوق الرقمي بالنسبة لا يظل قويا، بحيث نتحدث كما قلت عن 560 بليار دولار أمريكي، وهذه هي أرقام طبعا 2022، وهذه النسبة تتزايد ب 15% سنويا.
بالإضافة إلى هذه الزيادة، هناك جانب آخر يتعلق أن الوكالات والمنظمات تبحث الآن عن منصات وعن نطاقات عريضة أخرى، و كما يشير إلى ذلك المقال بخصوص التويتر. بدءا من التعبئة إلى حتى الشراء، وإذا فالمجالات الاجتماعية المسؤولة من ميديا في الثمانية عشر شهرا الماضية أصبحت من أحد العلامات التجارية العالمية. إذا إننا نحاول كيف نعرف عنهم من خلال الجرائد والإعلانات على الإنترنت، وجزء كبير من هذا أننا كذلك نعول على خبراء في الإنترنت. ونعم، وأننا الآن لدينا 35 سوقا حتى الآن، وكذا حوالي 12 سوقا ناشطة، وحوالي أكثر من 60 سوقا عالميا. إذا المدخل إلى هذا هو تحديد والشراكة مع الجانب الطلب، وهي الهيئات والعلامات التجارية التي تقدر تلك المواقع، والشراء بطريقة أخلاقية. والنتائج الإضافية الأخيرة وهي تفنيد المواقع التي تنشر خطابات الكراهية. بالنسبة لي الشفافة الأخيرة، وبالنظر إلى هذه العملية وما يحيط بها، أول شيء نقوله هذا يتعلق بالإدماج. أننا نحاول أن نفتح الباب لأكبر عدد ممكن من المنافذ الإخبارية الشرعية. كذلك هناك منافذ للصحفيين وغيرها، وكذلك من السهل للغاية أن نحدد الفاعلين السيئين. ولكن في الحقيقة أن المجموعة التي تأتي في الوسط فأنها تنتج محتويات أصلية وتقدم خدمات ذات قيمة للمجتمع، ونحن بحاجة إلى البحث عنها، لأنها مجموعة التي تأتي في الوسط فإذا كانت هذه نعم بعد إذنك بعد إذنك تتجه نحو ختام هذا العرض نتيجة لضيق الوقت. نرى هنا في إندونيسيا لدينا هنا إجمالي على 120 ألف موقع، ومن خلال التحليل قد صنفناها إلى 1200 إجمالي، وانتهينا بالأخبار ذات الموثوق بها إلى 650 موقعا يمكن أن نثق بهم. شكرا. شكرا جزيلا بهذه الأفكار المثمرة. يمكن أن نشير إلى الوكالات والعلامات التجارية أو الأسماء التجارية، وأود أن أختتم بالمتحدثة الأخيرة. نحن الآن نتحدث عن الإعلام، وهذا مجال خبرتك، ونتحدث عن الإعلام في بعض إعلام المواطن والإعلام في أماكن معينة. في الحقيقة أود أولا أن أقول أن لدينا هنا مراعاة للجنسين بطريقة كبيرة بين المتحدثين في هذه الجلسة، وأود كذلك أن أتحدث عن الإدماج وكذلك إتاحة المحتوى. وكما ذكرت من قبل فأننا قد فإن ما حدث هو محاولة تعزيز المحتويات التي يتم وضعها محليا
باللغة الأصلية. أولا في عام 2015 حاولنا بناء منصات متاحة للجميع والتي يستطيع الأشخاص متابعتها عالميا، وكذلك التركيز على المحتويات المعدة محليا. كذلك فإننا حاولنا أننا كذلك حاولنا تحويل الثقافة بشكل مباشر لواضعي المحتوى، وكما أننا وفرنا منصات لواضعي المحتويات أيا كانت هذه المحتويات، وذلك لتحويلها إلى محتويات يمكن الحصول عليها بنقود. أننا تحدثنا عن الإتاحة وإمكانية الدخول على الإنترنت وتيسير المنصات مثل منصتنا، وكذلك تحدثنا عن أننا أود أن أشير هنا إلى العدالة بين الجنسين حينما أو التوازن بين الجنسين حينما نتحدث عن أي إدماج أو إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فإنه من المفضل أن نتحدث عن الرجال والنساء. لأنه على سبيل المثال إذا كان هناك 50% من النساء أو من العالم يميل إلى العمل من المنزل أو ليس لديه اتصال بالإنترنت، فإنه لازال يمكن أن يدخل على المحتوى أو معلومات مثل باستخدام الإنترنت. هذه أحد الأمور التي أود أن أذكرها. والأمر الآخر هو أن كيف يمكن متابعة المحتوى، هذا أمر مهم للغاية. هناك كذلك نحن على وعي بأن هناك أمر ديناميكي، بأن الستريمرز أو من يضعون هذه المواد والشركات الكبرى قد أتت إلى أفريقيا بشكل تترى منذ في على مدار السنوات الثلاث الأربع الخمس أعوام الماضية. وأننا أتحدث هنا عن المحتوى الذي يأتي من الداخل ويعكس الثقافة واللغة المستخدمة في هذه البلدان، ولا نجد غضاضة في أن يكون هناك محتوى دولي يتم استيراده من الدول الخارجية طالما أننا أنه يحتفظ أو يحافظ على ثقافات الدول الأخرى. ولا أود أن أكفل أن اللغات والثقافات يتم تقديرها وتكريمها عند الضرورة، وإضافة بعض التراجم على هذه المحتويات التي يمكن الدخول عليها. مرة أخرى فإن هذه الصناعة كما يعرف الجميع هو أحد الأمور التي نكافح من أجل الوفاء بها. لدينا التكنولوجيا ولدينا الفن والثقافة، ولكن لدينا صراعات مالية، فالأمر صعب من جهة تحويلها إلى تحويل بعض المحتويات إلى الحصول عليها بالنقود. إما أريد التركيز عليه على المحتويات الداخلية كما ذكرت من قبل، وأننا لدينا مكتب هنا، فأننا بالعمل مع القاعدة الشعبية أو من القاعدة الشيعية، وكيفية وضع المحتوى على السوق الدولي دون وضع حدود لقدرة القدرة على الحكي أو وضع النبأ بأكمله، فهو أمر لكي يناسب المجتمع الغربي. اللغة مهمة والحفاظ على الثقافة حتى ثقافة الأقليات أمر مهم، وأأمل أن هذا يفي بالإجابة على الأسئلة في هذه اللحظة. فإننا نعمل في معظم البلدان الأفريقية وفي أثيوبيا نستخدم اللغات، وكل اللغات التي نستخدمها يتم ترجمتها، وإننا قد استثمرنا استثمارات كبيرة، وهذا سوف يكون هناك ترجمة تلقائية للغات في جنوب أفريقيا في غرب أفريقيا وشرق أفريقيا. أننا كذلك نحاول أن نحصل على معلومات غير باهظة، وكذلك وإذا ما استطعنا سوف يكون هناك إذاعة
أو مذيعين وواضعين للمحتمى الذين يمكنهم استخدام هذه المنصة واستخدامها للجميع، ثم بعد المحتوى إلى النقد. أنا أرى أن هناك أوجه من التآزر مع هذه المنصات إذا ما تم قبول الاستثمار في المحتوى المحلي ودعم الاتصال المحلي. وهنا سونيا، كيف يمكن أن نتبع هذا؟ وشكرا، لا يوجد أي تفاعلات أو أسئلة من المشاركين بعد. وأقول أنني يسعدني سعادة تماما أن أستمع إلى هذه الأمثلة الرائعة من المتحدثين، فهي تقيس العمل الكبير الذي تم في العالم من مختلف أنواع المنظمات، سواء من المنظمات التي تعتمد على القاعدة الشعبية أو القطاع الخاص. وأننا نشجع أن نرى المزيد من هذا وبشأن الإدماج الرقمي والتقدم الذي يمكن أن يتحدث في هذا، برغم أن كان هناك بعض التراجع إلا أننا بالتفكير في كل الاحتمالات. ففي الواقع أنا أستمع إلى كل هذه الاحتمالات وأراها. أننا أود أن أستمع مرة أخرى من السادة المتحدثين، وأعتقد أننا نتعلم كثيرا، وأعتقد أننا جميعا ويجب أن نكون شاكرين للاستماع منهم. وأعود إلى السادة المتحدثين الآن بأن ألقى النظر على ما أن كارلوس ألفونزو قال، أننا نقوم بمداخلات من الخارج. فإذا ما رأيته برجاء الطلب منه أن يدلي بمداخلتهم. ونعود الآن إلى السادة المتحدثين لجولة ثانية من المحادثات. أسمع نفسي مرتين. أود أن أؤكد على أمر ما استمعت إليه أكثر من مرة من خلال مختلف المداخلات اليوم. الأول يتعلق باتخاذ إجراءات تمكن من الحقيقة تتعلق بصفة خاصة، وهو الأثر الممكن والذي يتعلق بالتوطين، وهو أكثر أهمية من اللغة، لأننا نتحدث عن المحتوى المحلي وهذا أمر ذات صلة. فإذا كان ببساطة إن كنت في نيروبي وأنت تبحث عن مساعدة خاصة بمشكلة تتعلق بالسباكة، فأنك قد تجد من يساعدك في مدينة نيويورك. إذن التوطين هو أهم من اللغات المحلية. في كندا هناك بعض القواعد الخاصة بالمحتمى، من أين يأتي المحتوى، وإذا كان سيذهب هذا المحتوى، إذا كان هذا المحتوى يخص الترفيه أم لا. وهناك كذلك قيود على المحتوى غير الكندي الذي يمكن السباح بها. لذا يمكن أن أتصور أن نوعا من الممارسة التي تقول أن تلك الشركات الكبرى حريصة على الوصول إلى الجمهور الأفريقي، فهذا يعتبر جزء بسيط مما هو متاح باللغات الأصلية المحلية وذات الصلة المحلية الأصلية. إذن فإننا يجب أن نستمع إلى وأن نمكن المصادر المحلية ونجعلهم يستخدمون تلك المنصات التي تتمتع بالقدرات الهائلة. يسعدني أن أستمع إلى أننا نركز على التوطين، لأنني أعتقد أنه هو الشيء الرئيسي نحو جعل الإنترنت ذات مغزى في السياقات المحلية. شكرا جزيلا. وفي الواقع هذا ما توقعنا من سيادتك. إذن جاء الوقت لتلقي بعض الأسئلة، عدد ضئيل من الأسئلة. هل هناك أحد يريد أن يطرح سؤالا؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أنني أريد أن أتحدث عن منظور البلدان الصغيرة مثل كردستان، عدد سكانها نصف كيرغستان، وعدد سكانها نصف عدد سكان أديس أبابا.
واللغة بها صعبة للغاية، وخلق المحتوى كذلك هو صعب، لذا لأننا لم ندرك كم هذه المشكلات التي حيث أننا بدأنا بالمهارات بمشروع المهارات الرقمية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وأننا لازال لدينا معلومات ضئيلة، كتب ذات معلومات ضئيلة أطلقنا عليها تير تايب، وكذلك فقد وضعنا بعض الكتب في الأحياء والكيمياء والعلوم وترجمتها إلى اللغة الكيرغستانية، وأننا نعتقد أنها سوف تكون مساعدة للأطفال من المناطق الريفية وللمدرسين بالمناطق الريفية، وأن كذلك ستساعد أطفال المهاجرين الذين يعملون بالخارج. حينما أننا ننتج هذه المعلومات فهذا أمر مساعد للغاية، ووضع أدوات له أمر مهم. إذن شكرا جزيلا على هذا، أعتقد أن هذا ليس سؤالا بل تعليقا. إذا ما أرسلت إلينا بعض الأمثلة فسنحاول إدراك هذا في التقرير، إن لم يكن في هذا التقرير فسيكون في التقرير التالي. لمراعاة العدالة الجنسية، أرى أن هناك أو نرى هنا رجلا بجانب هذه السيدة، اسمي إيز بلامر وأنا من إلكترونيك فرونتير بفنلندا، وأننا قد اتفقنا في المرة الأخيرة أننا يجب أن الميل الأخير لا يعقد أو يجري أعمالا مع سبيز، فأنني توصلت إلى نفس النتيجة، وأعتقد أن هذا النهج قد يكون مشهورا بين الساسة، وكذلك أن يكون أن يتم فتح الإنترنت بطريقة فعالة في المناطق الريفية، وهو ما نطلق عليه الميل الأخير، وكذلك ما يتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة لربط الأشخاص بالإنترنت، وهي تبدو أنها من أحد السياسات المشهورة. وسؤالي للمتحدثين يتعلق بالنوع من إتاحة الإنترنت بالمجان. أشكر كل المتحدثين، ذكرتم كل المشكلات المتعلقة بالمحتوى الداخلي، وأن في بعض الأحيان المحتوى يجب أن يكون ذات صلة، أو وكذلك النقطة الثانية، لا أعرف ما هي عدد المنظمات التي المنخرطة في هذا، ولكننا نتطلع كذلك إلى أجهزة الدخول وأي تكلفة هذه الأجهزة. فإذا كنا نتحدث من منظور الأفريقي ومن منظور المرأة الريفية ومنظور الريفية، فمن الصعب تماما الحصول على تليفون، ولكن حينما تحصل على التليفون فإنه هذا تكلفة تكون غالية، ويمكن أن تحمل ويمكن أن تدخل الإنترنت، تستخدم الإنترنت والحصول على الإنترنت هذا يكون أمر ذات مغزى. إذا فإن لم يكن هناك سبل متاحة أو تسهل عليك الدخول على الإنترنت فلن يكون هذا الأمر سهلا. أنا من زيمبابوي، شكرا جزيلا. اسمي آل من كينيا، من أوبن إنستيتيوت. في هذا الوقت هناك الكثير الذي قامت به العديد من المنظمات ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأريد أن أعرف مع اعتبار الحقيقة أن الإنترنت لا تتحدث معظم اللغات التي تتحدث بها، هل هناك مبادرة من أي نوع يعرفها السادة المتحدثون عن التي يمكن أن تقدم مختلف الأنشطة والمبادرات من مختلف الجماعات وتجمع معهم سويا لكي تدفعوا بوضع سياسة أو مجموعة من سياسات أو المبادئ أو الاتفاق الموحد العالمي. شكرا جزيلا. شكرا السيد الرئيس، أنني سوف أتحدث باللغتي الفرنسية.
شكرا على هذا العرض الممتاز، وأريد أن أعود إلى ما يتعلق بالجوانب الخاصة بالمرأة، فهناك أجهزة أخرى أو منظمات أخرى مثل جيو أنو آي إل أو وغيرها والاتحاد الأوروبي، وأود أن أطرح والتي تطبق المعايير التي تراعي الجنسين من كل شرائح المجتمع، والسؤال هو ما هي المناطق الخناق أو تضييق الخناق أو العقبات التي نقابلها عند استكمال مناقشتنا، وكذلك ما هي العقبات التي يمكن أن تعملوا معا، ومثل أننا نضع وأكرزك أريد أن أعرف ما هي المتوسطات التي يمكن أن ندرجها في التقرير لـ IGF17، ولا سيما التكنولوجيات والمتصلة بالإنترنت والتوصية بالنسبة لخطة عمل يمكن أن يتم استلهامها من خطة مارشال التي تعود إلى الولايات المتحدة التي وضعت أولا شروط زيادة الحساسية مع كل الجهات الفاعلة. نحن بحاجة إلى قائمة من الإجراءات التي يمكن أن تنفذوا أو تعملوا على تنفيذ خطة عمل مارشال، وكيف يمكن أن نجعلها فاعلة. قد وصفت، شكرا، وصفت نموذج العمل لديك، مع كذلك توفير المحتوى المحلي واستخدام الثقافي المحلي، وكذلك الفرصة تحويل استخدام التكنولوجيا إلى أموات إلى على المنصة. فهل يمكن أن كيف يمكن أن نعالج هذه المسائل؟ أعتقد أن هناك العديد من الأسئلة المطروحة على الطاولة. هل تريد أن تتحدث عن لجنة النتورك أو الشبكة أو مجموعة الشبكة أو شبكة المجتمع؟ نعم، أعتقد أن هناك أمور أفكر فيها فيما يخص شبكة المجتمع وما يتعلق وتوطين والمحتوى، فقد علينا أن نكتشف في أفريقيا ما هي الأماكن وتجس تشاف والتي يمكن أن يكون أن يتحدث عن هاريك، وهذه الأمور وتلك المعايير واللغات السواحيلي، ولكن على سبيل المثال غرب أفريقيا هناك مختلف اللهجات مونتينكا ومختلف اللهجات، فيجب أن يكون هناك توطين لهذا الأمر. هناك توطين من غامبيا وهي كانت أحد الحضانات والتي تحدثت عن العنف ضد المرأة وعملت على إدماج المرأة في هذه الصلة، وكانت باللغات المحلية وكان هناك تسجيل للرسائل باللغات المحلية. إذن كانت هناك رسائل صوتية واستطاعوا أن يقوموا بإرسالها عبر الواتس أب لمختلف الجامعات، والمرأة الآن يمكن أن تعالج العديد من المشكلات. يبدو وأن نعمل على تحسين الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية والعربية، فإن لم يتم القيام بهذا في المجتمعات المحلية أو المجتمعات الريفية، فيجب أن أقول أن هذا هو أفضل خيار. ففي شرق أفريقيا حيث يوجد السواحيلي، فأننا لدينا مثل هذه الأمور بالنسبة للهجة. أننا لدينا أكثر من في 6 بلدان، لدينا على سبيل المثال أكثر من 10 لهجات مختلفة. أردت فقط أن أعبر عن هذا وسأتوقف هنا. شكرا جزيلا. لا أعرف إذا ما كنت سمعت أن النائب مدير اليونسكو متواجد معنا ويريد أن يتحدث عن الجهود المبذولة بشأن تعدد اللغات على الإنترنت. كانت هناك سؤالان حول المرأة باللغة الفرنسية، وسوف أترجم هذا باختصار. أن ما هي النقاط الرئيسية التي تتعلق أو تعيق مشاركة المرأة خلال هذه العملية؟ يمكن أن أبدأ أولا الأمر من واقع خبرتي، هي الأمر يتعلق بتوطين المحتمى. أننا قد نجد أن هناك كثير من المحتوى المتواجد هنا، ولكن الأشخاص لديهم المحتوى الصحيح لما يريدونه،
وهل يمكن أن يضعونه على الفضاء الرقمي؟ في الواقع هذا يجعلني أشعر بالقلق، لذا مرة أخرى نحن بحاجة إلى توطين ما نقوم به وأن نعالج الاحتياجات الاقتصادية المحلية وأن نعمل على تكييف المحتوى. كل شخص في كينيا، فكل شخص هنا سواء كان مثقفا أم لا في كينيا، فمثل إمباسا فإنهم يعرفون أن الأموال ليست هي القيمة الحقيقية، وهذا أمر مثير للاهتمام. المرأة تحتاج إلى أن تكفل أنه يتم التركيز عليها. ومرة أخرى فإن الصحة الرقمية هي من الأمور على في المستوى المنزلي هي أمر مهم، فإن كذلك يجب أن نكفل أن تعمل مع المنظمين الصحيحين أو القانونيين لكي نكفل أن المحتوى محتوى غير خارق. حتى والآن أحد الأهداف، لا زال لدينا العديد من البلدان في هذه القارة التي تنفق حوالي أكثر من 2% من متوسط دخلها الشهري على 1 جيجا من الإنترنت في الشهر. إذن فإمكانية الحصول على الإنترنت أو إتاحتها بشكل رخيص هو من أحد المسائل المتعلقة بالنسبة للمرأة. المسألة الأخيرة وهي المهارات الرقمية والأجهزة رخيصة الثمن، فكل الأجهزة باهظة الثمن. والبحث الأخير أوضح أن بعض البلدان حوالي 40 من 60% تستهلك أو تنفق كثيرا على استخدام المرأة. وأخيرا مسألة العنف ضد المرأة، فعلى الإنترنت يحتاج إلى أن معالجة لكي نكفل أمان وسلامة المرأة التي تشارك أونلاين أو تواجه هذه الآثار السلبية على الإنترنت. والآن بالسؤال الأخير، وهناك كان سؤال خاص بالأجهزة ولم يجيب عليه أحد، هل تريدين أن تجيبي عليه؟ نعم، سوف أخذ هذا التحدي. بالنسبة وكذلك هناك سؤال آخر خاص لكريس وسؤال خاص بإتاحة الأجهزة أو خدمات الإنترنت بأسعار مقبولة. إنني أتفهم إتاحة الخدمات بالأسعار المعقولة، فهناك كذلك وهو أحد المعايير كما ذكرت السيدة بالنسبة للمستخدمين وقدرتهم على استخدام الأسئلة. إذن فأننا يجب أن يوفر إلينا ليست تكنولوجيا متطورة للغاية، ولكن خدمات ولكن أجهزة متاحة للأفراد أو يمكن استخدامها أو يمكن استخدامها للأفكار الأفراد، وعبرها يمكن أن يستخدموا خدمتنا. حينما أتحدث عن المحتوى إنني أتحدث عن الإنترنت والثقافة والتعليم والترفيه واللغة والخرائط وكذلك المحتوى المتوفر للأطفال. هناك مجموعة متنوعة من المتنوعة التي نقدمها كشركة والتي تأتي من طرف ثالث، وكذلك فإننا على وعي بالعنف ضد المرأة، فكل من الرجال والنساء والفتيات والفتيان يشعرون بالقلق تجاه هذا الأمر، ونحن نعمل على إصدار محتوى ملائم للجميع على ليس فقط على منصتنا. إننا مسألة استخدام الأجهزة بأسعار معقولة هو أحد كذلك من المشكلات التي الكبرى التي نواجهها في أفريقيا، مثلها مثل مسألة القرصنة. وبالنسبة من جانب أفريقيا فقد أصبح من المقبول أنه يمكن أن تحميل وتشارك أو تقاسم المحتوى. فمن الأمور التي تصعب علينا لشركات مثل شركتنا هو تحميل المحتوى واستخدامهم. أن التلكوز والحكومات هي مهمة لتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات، وأعتقد أن شركات الاتصالات في أفريقيا تحصل على مبالغ كبيرة من الأموال، ولابد وأن
أقول أن توفروا البيانات أو بيانات صفرية متاحة وبأسعار معقولة للجميع، ولا سيما للأسر أو العائلات التي هي بحاجة إليهم. إنني أعرف أنه من الصعب أن نأتي إلى إثيوبيا وإلى مناطق، فإن أن الدخل ضئيل في إثيوبيا في مناطق أخرى في أفريقيا، فإننا قد صممنا نظاما يمكن أن ننفق عليه، ولكن يمكن أن نستثمر فيه، ولكن كذلك تحويله إلى نقود إضافة إلى المحتويات المجانية إلى جانب المحتويات التي يمكن الحصول عليها باشتراكات. وكذلك في النهاية هناك منتجون، أو وأنا أعرف أن لدينا أسر لكي ندعمها ونقف إلى جانبها، ولكن كذلك لا يمكن أن نوفر كل المحتويات بالمجان. شكرا جزيلا. بالنسبة لكريس، إذا كان للصحفيين أن يقدموا أنباء موثوق بها، أليس هذا هو الأسلوب؟ أليس كذلك كارلوس؟ كريس، هل تريد أن تضيف شيئاً؟ سأعطي هذا أو سأحيل هذا السؤال إلى كارلوس. كارلوس قد غادر، أو كريس قد غادر. كارلوس، يمكن أن تبادر بالإجابة. شكراً. هناك طبعا الدعم، وأن الكثير من المزودين العاملين في هذه المشاريع نتوء إلى نتائج ربما فاشلة. إذن كل هذا لا يشتغل. إذن ما يمكننا أن نشارك ربما هو مبادرات أكثر شجاعة، وأظن الاتحاد العالمي للاتصال قام بذلك مؤخرا، وقد تحدثت السيدة صوفيا عن هذا، وعلينا الآن كما قلت أن نوسع هذا النوع من المبادرات مزودي وأن نشجع مزودات الخدمات على الاشتغال، ثم وخصوصا تسهيل النفاذ للفئة التي يتم إقصاؤها بسبب التكلفة. إذا نحتاج إلى فاعلين لتغطية حاجيات هؤلاء. ثم هناك أيضا طريقة أخرى المتعلقة كما قلت بتوسيع النطاق العريض. هناك أيضا على هذا المستوى مبادرات، وعلينا طبعا أن ندرج الكل. ألست أدري ما إذا كان السيد كارلوس كارلوس لم يعد معنا، إذن علينا ربما أن ننهي هذه الجلسة. أود أن أشكر كل المحاضرين على هذا النقاش الغني والمثمر، على أشكر المحاضرين على تقديم هذه الأمثلة وهذه الحالات التي تعتبر ملهمة لنا جميعاً. ربما الآن نصل إلى الخلاصة. إذن أولاً أنا أثمن وجودي هنا وحضوري معكم، وأن أستمع إلى النماذج الناجحة والأخرى التي فشلت. بالنسبة لتكلفة أدوات التكنولوجيا المستعملة، والذي يمكن أن نعتبره فجوة، ثم هناك أيضا جانب آخر يتعلق بالدعم.
ربما في بعض الحالات يتم حتى توفير هذه الآلات كالهواتف النقالة وغيرها دون أي تكلفة، على أساس طبعا أن تنخرط لسنوات على كل. هناك أيضا كل الدراسات التي تتم على آلات الترجمة الفورية، عندما نبني هذا النوع من الآلات نحاول كما قلت أن نبنيها على مجموعة من اللغات المتعددة، ولكن مثلا إذا كانت تغطي آلاف مئة لغة فطبعا نحتاج كما قلت إلى تغطية وتحليل والعمل على هذه اللغات المئة. طبعا أنا لست خبير، ولكن هذه ربما أشياء أعتبرها مهمة، لأجل مثلا أن الإشهار قد يكون طبعا طريقة لتوفير الموارد، ولكن إذن علينا ربما أن نفكر في نماذج أخرى ولجعل كما قلت الحصول على هذه الخدمات يتم بشكل بتكلفة معقولة. وأظن أن هذه توصية علينا أن نرفعها. إذن نحن هنا طبعا نريد التركيز على هذه النتائج، وخصوصا قد تجعلنا كما قلت نشتغل ربما أو نفكر حتى في جوانب لم. وإذا كانت الجبل لا يأتي إلى محمد، فمحمد قد يمكنه الذهاب إلى الجبل. ربما من السهل القيام بكل هذا. شكرا لكم، نصل إلى نهاية هذه الجلسة. هذه كانت كما قلت جلسة غنية، ولكن ستكون أغنى إذا استمر كل واحد فينا بالقيام بما عليه. مثلا كريس يكاتب جوجل ويسائلهم، إذا ثم الحلول التي تحدثنا عنها، الدعم، كل هذه أشياء تحدثنا عنها. وربما مسؤوليتنا هو أن نتأكد وأن نضمن أن هناك متابعة. طبعا كل رسالة نسمعها هنا ستوصل إلى الليدرشيب. شكرا لسونيا على حضورك معنا، شكرا لكل من شارك معنا حضوريا وعبر الإنترنت. شكرا لكم جميعا.